فاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك اللهم نقضي على طريقك، فثبت اللهم أقدامنا على طريقك. بسم الله. بنت كل خير ورأس كل أمر في بالك، ما أسعدنا وما أسعد كل شيء نستفرغ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم. في غدونا ورواحنا، في صحونا ومنامنا، اللهم ارزقنا أمدادها وبركاتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على من علمنا أن نعبده على علم، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقال أيضا: صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم صل وسلم وبارك على من علمنا أن نعبده على حب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. نعم، ما أجمل أن تكون مدفوعا بالحب وبالشوق معا في لقائك بربك وفي طاعتك بربك، فما عند الله لا ينال إلا بطاعة. طوبى لمن كان محبا وهو بين يدي الحبيب. أهلا بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة الميمونة من ليالي منتقى الفكر، هنا في هذا الرحاب الطاهر من مسجد مولانا الإمام الحسين الذي يأتي برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ونستفتح بالذي هو خير القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك يدعو علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا Come.
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صلي عليه. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا وما أدراك ما ليلة القدر.
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ما مشى في نعل ولا وطئ الثرى شبيه له في العالمين ولا مثل. هنيئا لنا بسيدنا، طوبى لنا بسيدنا، الحمد لله على نعمة سيدنا. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زنتك في الخلق الرفيع شمائل يغرى بهن ويبلع الكرماء. صلوا عليه وسلموا تسليما.